حامد الجندي مفتش اثار الهرم. طبعا دلوقتي حاليا احنا موجودين امام اهم منطقه اثريه على مستوى العالم كله اللي هي منطقه اثار الهرم، وحاليا امام اضخم تمثال وفريد من نوعه على مستوى ولا يوجد له مثال على مستوى العالم كله. طبعا زي ما احنا شايفين ابو الهول وراء الاهرامات، بنشهد النهارده ظاهره بتحدث من فتره لفتره كبيره جدا، كسوف في جزء الشمس بتشهده منطقه اثار الهرم. وطبعا اخترنا المكان ده علشان يعمل صدى وترويج سياحي لمصر، ان منطقه اثار الهرم اللي هي المنطقه الاولى سياحيا واثريا على مستوى العالم كله تشهد اهم ظاهره فلكيه على مستوى العالم في وقتنا هذا. حضرتك شايف ان يعني الحدث هيساعد على تنشيط السياحه؟ طبعا بيساعد على تنشيط السياحه، لان جميع دول العالم بترصد هذه الظاهره، وطبعا بتسمى منطقه اثار الهرم اللي هي عنوان ورمز لمصر. Thank you.